بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. جميل أن نكون من الشاكرين. ربك يعطينا نعمة من النعم. إذا شكرنا الله على تلك النعمة أدامها وبارك فيها. ربي ما ديفك النعمة يوم ذان أديني الحمد لله. وسيجزي الله الشاكرين. ثم زوارث أتدوم في السنف أتنرني، ولئن شكرتم لأزيدنكم. هذه النعمة، هذه السنة الحميدة لاحتفال بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، سنة حميدة. ذيوس السنة إلان ذيوث غد زيري ذي الأمة سلمت سمثة. الأمة أمة واحدة، الأمة ذيوث. ربي سبحانه ينادي في سورة الأنبياء الآية 92: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. من متشابه الآيات في سورة المؤمنون الآية 52: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أمة واحدة متميزة، لما فين سلمت اختارت سيدي ربي بواليس، هي أمة شاهدة على الناس، حافظة للوحي، أترفض الميراث دي جنبي صلى الله عليه وسلم، وتسيوض إذ خلقيث سمثة. لكن دين ربي بواليس في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لا يمكن أن تشهد الأمة إلا إذا كانت حاضرة، حاضرة علميا، حاضرة تكنولوجيا، حاضرة اقتصاديا، حاضرة في جميع مجالات الحياة لتقبل شهادتها، لأن الغائب لا تقبل شهادته حتى على مستوى القضاء. لو كان يجي واحد يقول نشهد قدام القاضي، القاضي يقول له كنت حاضر، يقول له لا كنت غايب، يتابع جزائيا لأنه يضلل العدالة. والحديث قياس، رب دي قار إلى قد حضرم يكذ قحريش تموسني ذي الفهمة ذي القراية. ونكون ساقين ملال بمناسبة المولد النبوي الشريف، ونسلي سيد المدير الشؤون الدينية يمدي هضر في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. تعليق خفيف إضافة في سياقه، أنا أشرح متناه. واحد زاد عنده طفل يفرحه العائلة الجيران، ولكن ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام فرحة للبشرية. وربي قال عنه في سورة الأنبياء الآية 7 بعد 100 الأولى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرحمة، لذلك احتفالنا تجديد للعهد. دايا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. من شي ناس الرسول نذكره اليوم؟ لا، مسألة واضحة جدا، لا يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ولكن فرصة نجدد عهدنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وفاءنا، فرصة لاكتشاف المواهب. مواهب مثل هذا المجلس اللي حضرناه وسمعنا لهذه المواهب الصغيرة، لهذه البراعم، وهم يقرؤون من ذاكرتهم. نفوت مجموعة من الرسائل. الأولى: أن الصغار أعطلهم ربي مواهب. المطلوب من الكبار اكتشاف المواهب، زيد، ورعاية هذه المواهب. المعلمون في المدارس مرات يبان لهم تلاميذ عندهم نبوغ، عندهم مواهب، المعلم يتعرف عليهم ويرافقهم
على باش ينمي هذه الموهبة. يقول ذناكي ويفكر ربي الله يبارك. الذاكرة ماشي سهل، خاصة في زمن الانترنت وزمن اليوتيوب والفيسبوك. وطبعا التكنولوجيا بسبب الاستخدام السيء للتكنولوجيا دمار للعقل، دمار للخلايا. ولاش شو تهدون فازمرت يكتهدون يزري يكتهدون المخ بمذان أم التكنولوجي سواطاس 18 سوايع مع البورتابل. سمحوا لي، علماؤنا سابقا حينما تحدثوا عن واحد الصفة اسمها الضبط في نقل السنة، الصحابة خدموا السنة، رانا في الاحتفال. أكبر صحابي اللي روى الأحاديث شكون؟ أبو هريرة. أحفظ وروى 5374 حديثا. اللي جاء بعده عبد الله بن عمر، اللي جاء بعده أنس بن مالك، اللي جاء بعده عائشة أم المؤمنين، اللي حفظت 2210 حديثا. والآن الأمة تستفاد من هذه، من هذا الميراث. النبي عليه الصلاة والسلام يجد التركة، التركة ماشي تسمورث، ماشي تسمورث، ماشي تسحانوت. ميراث النبوة لا يكمن في الماديات، في العقارات والحوانات والأموال، لا، في هذا الهدي الذي يجب على الأمة أن ترث هذا الميراث وأن تخدم هذا الميراث. أمنا عائشة روت 2210 حديثا. ابن عباس جاء بعد السيدة عائشة روى 1660 حديثا. وهكذا الصحابة كل واحد والدرجة نتاعه. وحنا اليوم نحضروا لهؤلاء الصغار الله يبارك متن ابن عاشر، هذا سفر ديوان من دواوين الفقه. الله يبارك، سمعنا شيء مفرح جدا كي كنا نسمعه. تفكرت واحد اسمه الشيخ عيسى بن مسعود المنقلاتي، ناث منقلات، يدور لنا في كان داير روج ونكفو ونحفو. هذا الشيخ احفظ المختصر الفقهي للشيخ خليل، ومن قرن كنيسي في خليل 3.5 شهور، رقم قياسي. سيدي خليل يعني المختصر الفقهي للشيخ خليل اللي معروف في الجزائر عموما وفي المنطقة خصوصا. ومقارن سيدي خليل يحفظيه 3 شهور أكذ النفس. هذا يعد في مجال الحفظ رقما قياسيا. باش نقولوا كاين ديسك دور في التكنولوجي، ولكن اكبر ديسك دور هو اللي اعطاه ربي للانسان. هذه رساله نوجهها للشباب، نقول لهم ما تدمروش الطاقات اللي اعطاها لكم ربي بالتكنولوجيا بالادمان وسوء الاستخدام. اذا تجاوز الامر حده انقلب إلى ضده. علماء الحديث وهم يتحدثون عن الضبط قال يقولوا الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. كاين اللي يكتب لك ما يغلطش، كي يكتب هذا توثيق مهم. ولكن يقولوا كاين الضبط الآخر اللي هو ضبط صدر، معنى الحفظ. شفيتوا زمان عندنا واحد المادة اسمها المحفوظات، هذه منهجيا مهمة جدا باش تخلي دائما خلايا تعمل. وشفنا انموذج، موديل، ان ريفيرونس قدامنا. ربي يجعلكم من اعلام الهدى. النقطة الأخيرة، نستثمر هذه المناسبة للإجابة عن سؤال. ما هو؟ نحن
في حياتنا الأسرية، في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا الاقتصادية عندنا أمراض، فرصة باش نداويوها بالسنة النبوية. مثلا النظافة، تزدي تزدي تشرعي تجدي، والنظافة مهمة. في علماء يتحدثون في مؤتمرات عن البيئة الانفيرنمون، مؤتمرات اتفاقيات إلى آخره. حنا في السنة النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، رواية الإمام مسلم. رواية الإمام البخاري الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، باش نحافظوا على النظافة. إذا نطرح سؤال على أنفسنا، كيف نستثمر السنة لمعالجة أمراضنا في هذا المجال باش نحافظوا على البيئة؟ نروحوا للغابة، ما نخليوش الأوساخ فيها، نمشيو في الطريق، ماشي نمشيو بالطوموبيل وناكلوا تشينا ونرميو القشور. لو سيفيزم وراه، كي نتكلموا بلغة السيفيزم، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال كي تلقاه نحا، إماطة الأذى عن الطريق. نداويو على مستوى الحومة وعلى مستوى المجتمع. الحومة، نحن ننتمي إلى الحومة، الحومة نسعى دي زوبليغاسيون أكد الحومة، نسعى دي زوبليغاسيون تجاه الأمة، تجاه الوطن، تجاه الولاية، تجاه البلدية، تجاه كلما، في قاعدة ذهبية، إذا تعددت انتماءاتنا تعددت التزاماتنا. خلاصة مركزة، ننتمي إلى الحومة، نضفو الحومة، نديروا الواجبات تجاه الحومة، تجاه الباطنة، تجاه الدشرة، تجاه، وهكذا كما كان يفعل أجدادنا. النبي عليه الصلاة والسلام يولها غير تزدي باش وقدني يتكسن الوسخ القفردان. أسينا سني بارك ربي، المجتمع يسيفيليزي، المجتمع يتقادر. نعم إلا يقول مسكين بوينت غالي زيرجونس يروح هادي جبدا صاشي الزجاج بوينت غالي السبيطار، والسنة كي خبري دي هناك الحيوان نعجة كلات الحشيش وتجرحت بسبب الزجاج اللي نرميه حنايا. يا فرصة، نحن لا نيأس، نحن أمة الأمل، ولكن أيضا لا بد أن نراجع مواطن الخلل في حياتنا. طاعة الوالدين، النبي عليه الصلاة والسلام يوصف الوالدين باش الأسرة تكون متماسكة، يوصف الجيران، الجيران ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نديروا مراجعات، سي دي ريفيزيون، مراجعات. الخاوة كانوا خاوة كيمة باباهم، باش يقسموا التركة قسموا الخاوة، هي نورمالمون يقسموا التركة، أضفضون تركة، نثني جان تركة روحنا ضفضون ثاكماس. هناك خلل، مانيش نقول هذا حكم عام، ولكن لفت انتباه إلى مواطن حل الخلل في حياتنا من أجل المراجعة. القراية النب، دخلنا الآن سنة دراسية جديدة الله يبارك، أما ذا بك أولادنا ما يشتكيوش المعلمون من الغش. يا أخي الرسول يقول من غشنا فليس منا، وفي رواية أخرى يقول من غش، يعني بشكل عام، قاعدة جنرالية أبستريت، قاعدة عامة عامة ومجردة. الغش ماهوش مليح، اتكل على ربي وقرأ، تولي. والغش في العلم أخطر أنواع الغش، الغش قاع حرامة ولكن في القراية أخطر. إذ المراجعات كي صغار كي الكبار، الحياة الزوجية أيضا، ربي قال الأزواج وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يلا ريفيزيون هاو سكانير، نشوفوا وين عندنا الخلل. وفي جميع، في العمل، في الإنتاج، في الإبداع، ربي يقول وقل اعملوا، خدموا، الخدمة
سورة التوبة الآية 105، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، يعني تقوم الساعة خلاص، يعني ما كانش فايدة لغرس الشجرة، شكون يستفاد؟ لا إنسان ولا حيوان ولا طيور ولا. قال كي يقدر يغرسها يغرسها، علاه؟ باش يغرس فينا حب العمل. ويمغار نزيكناك وين يبغى نسكسو سوذي وسنين مدنا سيدي إلى قد الشرو سيدي. شوف يعني أجدادنا شاطرين، يسمعوا الشريعة ويقولوها باللغة التي يفهمها الناس. وين يبغى نسكسو سوذي وسنين مدنا سيدي إلى قد الشرو سيدي. هذه هي الرسالة من باب وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. إن شاء الله هذا الاحتفال يرجع لنا كل عام بالخير واليمن والبركات. وهؤلاء الصغار يخذوا لا رولاج، يعطونا الأمل. أنتم أرسلتم إلينا رسالة أمل، أعلل النفس بالأمل أرقبها ما أضيق العيش. لولا فسحة الأمل باش أنتم تكونوا مرجع يقتدى بكم. وكل واحد ناجح في أي مجال جدير بالاقتداء، أو وين يربح، أما ذي القرية، أما ذي التجارة، أما ذي الإدارة، أما ذي الإعلام، أما ذي الشريعة، في جميع المجالات نقتدي به. أكون يهني ربي، أكون يفكر ربي السر لسر ثلبا السر. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.